مشاهدينا الكرام ومتابعينا عبر بوابة الأغلبية الصامتة تلغير أونلاين، دائما استمرار الفوضى العارمة بمدخل السوق الأسبوعي لتلغير منذ سنوات، وهذا الإشكال لا زال مطروحا. أسئلة يطرحها كثير من المواطنين هنا بتلغير، لماذا لا يتم إيجاد حلول للساكنة دائما لهذا الإشكال؟ دائما صراعات وخصومات ونزاعات متعددة بين المواطنين لمشاكل كثيرة. أكيد سنأخذ آراء المواطنين من أجل السلام عليكم. يكون الرأي شو بدنا الوضعية؟ وانا نلقاو شي طريقة أخرى باش نبقاو ندوزو فيها، ما بقاش تكون شي مشاكل هنا. شكرا لك. السلام عليكم. الله يبارككم. بداو يبين لك الوضعية. ما كان كون ننظم السخن برا ننظم كأس العالم. مواطن بدون يبين الفوضى اللي في السوق، الراي انه نرى داك كيما الراي الناتين المسؤولين بدون يبين الرجل حليل الكيد والفرح بري خسر حبري. السلام عليكم. لكن يبين كي كمواطن يقول الحاله اللي تعيش لما دخلت السوق الاسبوعي ياك. السلام عليكم. كيف مواطنين؟ السلام عليكم. ماذا كيبان كي كورونا؟ كاينين ولا وضحى حوالي البلد ولا وضحى السلطة واحدة. ما عرف عادي ما وقف في الحلايا. او دورك في النظام وتلي البلد ولا وضحى ولا ما يسجل وضحى حوالي. تلاحظون الفوضى دائما عارمة، دائما كل يوم اثنين كل اسبوع دائما نتكرر نفس المشكل. الكل يريد ان يمر هنا، سيارات، دراجات، راجلين، رجال، نساء، اطفال، يعني بشكل كبير فوضى عارمة. اذا كنت انا ميت ما زرت يعني تطرح السؤال للمسؤولين والسلطات المحلية والإقليمية، من يتحمل مسؤولية هذه الفوضى العارمة قرب السوق الأسبوعي؟ السلام عليكم. ماذا كيبين لك بيتغنى الفوضى تغير لنا السوق الاسبوعي؟ اي تخنا يبين السوق الاسبوعي. يا والو المخزون، والو المخزون السوق، والو من ينظم لك؟ اخصائيات ستين يمين يريز ستين يمين الحديد ولا غير خلطه خويا. هاي تخلي تلاقي لنا المشاكل ديال البنات هي تبغى تشري تلاقي لنا السوق الدار الصحافه المحليه دو انه راه يزور يقلق مونت ثلاث نسيان يقلق مونت هذا الفضاء العامي دا من حق الان نصوروه. السلام عليكم سي محمد، شنو بالك في هذه الحاله هذه؟ ثاني 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 ميوري قضية. ها؟ لا كان ميوري قضية يمشي هذا الليلة تقعد ما نمشي. سامحت يا سامحت سامحت عندك. بيدك بيدك بيدك.